والله ما بقى شاء صح. مخرجنا الكبير قديش باقي لنا؟ باقي لنا دقيقتين. الحلقة الجاية الحلقة الجاية إن الله أحيانا وما دخلت على المستشفى بسببكم وجيت بنكمل هذا الموضوع، بس خلينا نحكي هالدقيقتين عن موضوع مهم كتير يلي هو إيش؟ وقف أيتام حائل. وقف أيتام حائل أنا كان إلي الشرف قبل رمضان وأثناء رمضان إنه كنت واحد من الناس اللي يعلن عن وقف حائل. بدي أوصيكم يا شباب، أنتوا بتطلعوا على الهواء كتير، عرفت كيف؟ وقف حائل جدا مهم. ليش جدا مهم؟ لأنه بيعتني بأطفال، اللهم صل على سيدنا محمد، هدول عماد الوطن، هدول رح يطلع منهم علماء وأدباء وجنود، وهدول الركيزة تبع المجتمع. اليوم هدول العالم مهنم بحاجتك بقدر ما أنت بحاجتهم، عرفت كيف؟ إنهم دعوة حلوة منهم، عرفت كيف؟ دعوة أو هذه رسالة حتى لجمهور المجد، وجمهور المجد بعمره ما خزل أي وقف. إيش في يا عمي؟ عرفت كيف؟ بأتمنى إنه يعني خلال حديثكم أنتوا تسلطوا الضوء على هذا الشيء. تمام؟ عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء